صباح الخير عليكم، جيسبر كو زالي بيان، صحتكم صافا؟ انا صافا الحمد لله. اليوم ولا غير الحمد لله نط اون فورم، سي بوغ سا قلت نجي نخمل شويه دريسينغ ديالي. راهو ما كاينش وين نقدر نمشي، خلطه ان بو بارتو دي باك كو جي روسو فايس خلطه. جيت قلت نخمل شويه. قبل ما نبدا نخمل قلت نهضر لكم في واحد السوجي مهم. تبعثوا لي الاسئله، تبعثوا لي. انا عندي تكيس المبايض، انا عندي هذيك العفسان، عندي هذيك. ما جاتش في تكيس المبايض، جات في الانسان اللي يرهب الحاجه اللي عنده. انا عندي السكر تاع الحمل، انا عندي بوفو دير، انا عندي ديابيت جيستاسيونيل، بصح ماشي هذيك الحاجه اللي حتخوفني. باسكو علاش؟ دوك انا لا نخاف ونقعد موسوسه، سا سيغ ريان، هي نخاف يفوق جاجيس. الحاجه المليحه انا اللي فيا كانسان انه من الخوف يدي مني 30 سكوند في راسي باش نبدا جاجي، باش نبدا نبدل. فهمتوا؟ شغل ما نقعدش خايف. واش معناتها ايجين دو في؟ معناتها لازم انتيا تكون عندك اون بون ايجين دو في، لازم يكون عندك اون اكتيفيتي فيزيك ريغولييغ. معناتها ريغولييغ واش معناتها؟ ماشي لازم تروحي للصاله ولا ديري هذه ولا ديري، الا قدرتي ماذا بينا. لا ما قدرتيش لازم لك او موان مينيموم 30 دقيقه في النهار مشيه. هاد العفايس نقدروا نبدلو في عفايس صغار في حياتنا. باغ اكزومبل مالفا نقاري قدام الحانوت، نقاري بعيد نروح نمشي اون فان جورني، نخرج في لاسيتي نمشي شويه. هذه هي لازم لك ان بوتي ريكيليبراج اليمونتير. حنا الماكله تاعنا حنا نخلط، كاين ناس يحبوا يخلطوا في الماكله. دونك انت الا ماكلتك مخلطه يفو با تخافي، لازم تخافي الماكله ديالك، ما تخافيش الاس او بيكا. فهمتي؟ انا وحده بعت لي لا ديرنيغ فوا قالت لي نبدا في الريجيم ديالو يومين ونفش. عباك واش معناتها يومين تفشني من الريجيم؟ سيك انت مخك كاع ما راهوش واجد انه يبدا يدير الريجيم. هو ماشي ريجيم، هو غي كيليبراج اليمونتير. شغل انت تنقي نفسك ماشي غير من الاس او بيكا، من السكر، من السمنه، من لاطونسيون. انا جو مي رابيل في ديبي تاعي تاع لا غروسيس ما على باليش واش صرا لي. شغل الحمد لله جافي با دو نوزي، جافي با دو، ما كانش عندي. كنت ناكل بيان، مي ما كنتش ناكل بيان اون فات. هي كنت ناكل ساندويتش كارونطيطا، ناكل بيتزا كاري، ناكل مي ناكل فليكسي. كنت ناكل شغل ناكل ما نخافش وناكل بلا معنى، سي با مي زابيتود انا تاع الماكله. دايوغ ميم على البنات يقولوا لي ماما انتيا تاكلي ساندويتش هكا انتيا. شغل كنت ناكل نخلط. نهار درت لي زاناليز ورحت عند الطبيبه قالت لي شوفي بوغ موا سي تان ديابيت جيستاسيونيل. خرجت من عندها شبعانه، خرجت من عندها مخي ولا يصفي، وليت نعاود ناكل شلاده كيما مالفا، نعاود جو في اتونسيون على السكر ديالي، مي بلا هذاك الخوف اللي يرهبني اللي يدير لي عائق في حياتي. نفس الشيء بالنسبه لتكيس المبايض، نفس الشيء بالنسبه لبزاف بزاف حاجات. تكيس المبايض ماشي ديك الحاجه اللي راح تخوفك وتخليك مرعوبه في حياتك، نو، لازم له ليجين دو في. سا فو دير يفو با حنا نعقدوا مخنا في الاول. قال كي واحد يقول لك ديري ريجيم، اي ريجيم وانا ما عنديش لي مويان ولازم دايما لي سكالوب والرز، ما كاش منها هذه الحكايه كاع. كي تبداي انت تنظمي روحك في الماكله تقدري تاكلي كيما ياكلوا يماك وباباك وخاوتك، مي تنقصي في لي كونتيتي. تقدري تاكلي الجواز، تقدري تاكلي واش تحبي، مي اوليو باغ اكزومبل تاكلي زوج طباسات جواز بالخبز، تاكلي بلوتو طبسي شلاده معمر بالطوماطيش البصل الشلاده، واش حبيتي. انا شلاده سلقو ندير فيها. شغل تاكلي اون بون سالاد وتاكلي طبسي ماكله، اوليو تاكلي خبزه خبز ديري مورسو خبز قدن هكا. قال انا هاد المورسو ما نديباسيش. واش تولي ديري؟ تولي الجواز تاكلي بالمغرف وتجوزي بشويه خبز. صديق هاد العفايس الصغار هما كيفون لا ديفيرونس في حياتك. الا كنت انت انسانه ما تقدريش للريجيم، وهذاك ريجيم ستريكت انا شخصيا على بالي بلي يهبط المورال. شغل شتو انسان يقول لكم ما تاكليش هادي ما تاكليش هادي، يهبط المورال. دونك انتوما ابداو بنفسكم، ابداو بحاجه سوفت.